بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله. أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى بدراسة متن مختصر يسمى متن ثلاثة أصول وأدلتها. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله نعزم لهم بس قصقا بغم كتاب başlayınız. O kitabın namı El Usulü Selase, yani 3 asas ve onun delilleri. نعم. قبل ان نبدا في دراسه هذا المتن نسال عن اسئله خمسه. Bu kitabın okuşundan aldığında biz 5 sual sorayınız. السؤال الاول: لماذا ندرس التوحيد؟ هذا المتن في التوحيد. لو قال لنا قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ ها، لماذا؟ En birincisi biz tevhidini niye için okuyunuz? لو قال لك قائل: لماذا ندرس التوحيد؟ اگر برس سنة توحيد نيمي اوچون اوكويسن دسا توحيد نيمي اوچون اوگنسا كتب ركاز الله. لا، نعم، يقول امر الله دوزاخ كرنش لانه اعظم الاوامر واول الاوامر. نعم، چونكي بو بولسا الله تعالى ان برينشي امري بيروغي هم شنو اقلا بيروغ لانم اشريكي ان چون بيروغ. نعم، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عبادة الا بالتوحيد. Hem şunda kula Allah Teala hiç kandak bir ibadetini tevhidsiz kabul kılmaydı. Ve la yedhul cennet illa muvahhid. Cennetke fakat la tevhidke emel kılgan kişiler kırdı. Ve tekfirul hasenat ve tekfirul seyyiat. Hem şunda kula tevhid savaplarını köpeytidu ve günahlarını juydu. Da'vatel enbiya ve rusul aleyhimussalatu vesselam. Bütkül peygamberler ve Allah'ın elçileri muşmunga çatırgan. Sebeple şefaatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatine nail buluşka bu sebepçi buludu. Hatta la naqa fi şirk. Şirke düşmesliğimiz için. Naam. Thumma kad yes'alak sa'il, yakul lak hal ente muvahhid? Bazı bir adam soruş, mümkün sen muvahhid mu? Yani tevhid ki emel kılam sen. Tekul naam ana muvahhid. Sen men muvahhid men, yani tevhid ki emel kılman der cevap bilsen. Yakul lak ma huve tevhid? Bu sana tevhid diyen nimeler soruyordu. İza araftet tevhid, هذا معنى انك موحد، ولكن اذا لم تعرف التوحيد يقول انت كاذب في قولك انك موحد. اگر سن توحيدنا نمين كان لك نبلسان بنون مناسي سن حقيقة موحد كان سن، يعني سن توحيد كي امال قلوش كان سن. اگر توحيد نبلسان امسا سن موحد ديگن سوزن دا يلغانش سن. ثم قد يسألك ايضا يقول: هل انت مشرك؟ هم سن نبلس صورش ممكن سن مشرك مو سن. تقول: اعوذ بالله، انا لست مشرك. سام الله عز سقرسون من مشرك أناس من ديسان. يقول لك: طيب ما هو الشرك الذي حرم الله عليك وأنت تتبرع من ما هو؟ وصلنا بيدو أمس قيس الشرك شريك دي نما، يعني سام أدا جدا بلغان شريك ونما. تقول: أنا لا أدري ما هو الشرك. أجر سام من بالما ما شريك نما كان لك ديسان. قد يقول لك: قد تكون واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه. ممكن سام أشو شركتا تربات سام، يعني أشو شركنا قلبات سام، لكن بالما يوات سام. إذا لابد أن نتعلم التوحيد حتى نحقق التوحيد، ونتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. شنو شن توحيدنا بس توحيد كأمل قلشمز وشن يبنشمز كلك هم شن نقل الشرك نبس شركة شو قماص لغمز وشن يبنشمز كلك. الآن هذه رخصة القيادة، أي إنسان يريد يسوق السيارة الآن لابد له من رخصة قيادة. تعطى هذه الرخصة لمن يعرف الأشياء التي لابد أن يأتي بها والأشياء التي لا يمكن يأتي بها. كذلك التوحيد الآن لابد يعرف الأشياء التي لابد منها وهو التوحيد، ولابد من اجتنابه وهو الشرك. نعم، حتى يكون موحد. هذا الشيخ ديدو مثلا ماشينن براداسي كيم كي بيلدو اگر ادم نيم قلش كيراكليغيني و نيم قلماسلق كيراكليغيني بيلسا اشونا قدمگه ماشينن براداسي بيلدو شونو دا اوخشاشلا توحيد مو توحيدتا ادم نيم قلش كيراك و نيم قلماسلق كيراك اشونا بيلش كيراك ديدو. اذا هذا السؤال الاول: لماذا ندرس التوحيد؟ Şuna bu birinci sual. Nime üçün biz tevhidini okuyumuz? السؤال الثاني قد يقول لك هذا: نعم لا بد أن ندرس التوحيد. لماذا ندرس هذا الكتاب الأصول الثلاثة ثلاثة أصول؟ لماذا؟ İkinci sual. Bazı bir adamlar dedi: Bobtu tevhidini okuşumuz gerek. Lakin nime üçün biz muşu kitabını muayyen muşu kitabını okuşumuz gerek? Yani الأصول الثلاثة diyen kitabını. نقول: لأننا طلاب. الطالب لابد في طلب العلم لابد يرجع إلى العلماء في الكتب التي يبدا بها، العلم الذي يبدا به ماذا، يعني كيف يتدرج في طلب العلم. بس جواب قائد مسكي بس بوسط علم تلقى الغجلة طالب علم الله
Şunun üçün biz eğer bir nəsə oxumaqçı bolsaq, yəki qandaq oxumaqçı, qandaq oxuyumuz, aşını bilməkçı bolsaq, alimlərə qayıtışımız kerek. Və hədiyə məsələ, yəni, fi sualı ulamə rəbbaniyyə, yəni, hiyə bi iznillah təkun معينة على أن الإنسان يسير في الطريق ولهذا بعض الناس ما يصل يعني يتوقف أو يتعثر أو يصعب عليه بعض الأمور لأنه لم يرجع للعلماء الربانيين فيما يقدم ويأخر من طلب العلم شنو için bu şu mesele nihayet muhim mesele alimlara kaytıp alimlardan sorar qanaq oxuşumuz kerek yoki qanaq uygulashimiz kerek çünkü nurgunlagan adamlar ya doğru okumaydı ya bolmasa hata okup kaldı Aşındak nesle köp buludu. Şuna alınma kaytışımız gibi. Nعم. Fil ulema rahimahullah nasahu attullab ben yabda attalib bil tevhid. Ve evvel ma yabda fil tevhid yabda bil usul al-thalat. Şunun için alınma bizge nesihat kılıp vasiyat kıldı ki eğer de adam okumakçı olsa en birinci tevhiddin başlaydı. Kim tevhidle okumakçı olsa muşu kitap yani usul al-thalat diyen kitaptın başlaydı. Hala al-akh yurid an yusbih tabib asna mesela. Mesela birisi kişi doktor bulmaya dedi. Eşi asna. Niye mi kıldı? Yeşteri bazı الأجهزة ويأخذ بعض الكتب يقرأها ثم يفتح مكان يكتب طبيب أسنان. Bazı bir kitaplarını sitvilip ya ki bazı bir nesneni sitvilip dükkan içip buldum ben diş doktoru buldum dedim de. La, لابد أن يرجع لأهل الاختصاص. أهل الاختصاص يوجهوه لابد تدرس كذا تتعلم كذا 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 ثم بعد هذا يصبح طبيب. Ya bunda olmaydı. Adam birinci aşu nesini bilgiçliğe kaytıdı. Aşın eslen bilgiçliğe kaydıp, ola onunla deydi, bunu okuysan ya ki onu okuysan, onu da kılsan, bunu da kılsan, onun da kiyin kişi doktoru bulamaydı. Naam, ala sual, thalith, ma hiya usul al-thalatha bi ihtisar? Hem de üçüncü sual, üç asas dediğimiz nime? Al usul al-thalatha bi ihtisar hiya asilatil qabr, ma tussal anhu fi qabrik. Üç asas dediğimiz, kabirde sorulduğun üç sual. Naam. من ربكم دينكم النبي هذه الأصول الثلاثة. سنن فرور دكارم ربنا كيم دنن نما همش نقلا بيغمبرم كيم مشو بوسا الأصول الثلاثة يعني مش أساس. نعم السؤال الرابع يعني ما هي الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة ما الفائدة؟ تودنش سؤال أجر أدم الأصول الثلاثة من أقصى قندق فائدة غير شريدو قندق فائدة إيجاب ولا غيره. نعم الثمرة التي نجنيها من دراستنا أن إذا تعلمنا ثم عملنا ثم دعونا ثم صبرنا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر هذه من أعظم الثمرات. بنا نقول كم كي إيش أساس نوقصا هم شنو نخلق من ذا أمان قصا هم شنو نخلق من ذا دعوة قصا وأوق شغل ذا دعوة قل شغل ذا أمان قل شغل ذا صبر قصا الله من إذن الله قبر ذيك السؤال الله جواب بيرا نعم السؤال الخامس والأخير يعني ما هو محتوى هذا المتن أو إذا أردنا أن نفهرس هذا المتن أو نقسم هذا المتن أو نعرف محتوى هذا المتن Beşinci akırkı sualımdı, bu kitap yani Resulü Felaf edilen kitap, kayısı nesilerini üst içki alıdı. Eğer biz mesela bu kitabın mundaricisini kıskıcı bilmek için olsak. Hadal mehdin ihtevi ala aksam kamsı. Bu kitap beş kısımının üst içki alıdı, beş kısımını. El mesail el arba. Birincisi tört mesele. El mesail el thalata. İkinci kısmı üç mesele. Limada nedros el tevhid. Üçüncü kısmı nime üçün biz tevhidini okuyunuz diyen ge cevap. Şerh el usul el thalata. Tördüncüsü, üç asasqa, üç asasının şerhi, yani şendürüsü. Ve khatimen del kitab. Beşincisi, kitabının khatimi. Mesail el arba. Tört mesele. El ilm, el amel, el da'va, el sabr. U bolsa ilim, amel, davet, hem sabr kılış. Hadi cümaat fi surat el asr, mesail el arba. Bu tört mesele hemisi suratul asr'da, yani asr suresi de cemlen geldi. El kısmı thani, el mesail el thalata. İşkinci kısım, üç mesele. Hiya gayra el usul el thalata. Bu üç mesele dediğimiz üç asasın başka bir nesne. Yani üç asas dediğimiz başka bir nesne. Tabii ben mesele üç anvaat tevhid. Bu üç mesele eğer bunda nimkılıp desek bu tevhidin üç kısmı. Yani tevhidin kısımları. Kısmı üçüncü. Limada nedros tevhid? Ehemmiyet dirasi tevhid ve taallum tevhid ve taallim tevhid. Kitabın üçüncü kısmı tevhid tevhidin okuşunun ehemmiyeti. Yani niye için biz tevhid okuyoruz? Kısmı dördüncü. Şerh el usul üçüncü. Asilet el kavr. Kitabının dördüncü kısmı üç asasının şerhi, yani şendirilişi. Hatimetel kitab. Beşinci kısmı kitabının hatimisi, ahire. Naam. Eyal. Hala es'alahum. Yu'idu mâle akhadın el an. Yani kayta damla dedi. Biz hazır diyen nesini. Doğruçu mu? Kanadısı var damla. Doğruçu. Akhadına. Naam. Es'ile kamsa. Sual el evvel.
لماذا ندرس التوحيد؟ ها باش سؤال بريج سؤال نيم يوتيوب بس تفيد القيمس. لماذا ندرس أصول الثلاثة؟ نيم يوتيوب أصول الثلاثة ديان كتابنا أين القيمس؟ ما هي الأصول الثلاثة باختصار؟ وش أساس ديان قصقشة نيمة؟ الثمرة التي نجنيها من دراستنا الأصول الثلاثة. وش أساس نقصها قناة بايدا إيجاب ولا لينس؟ محتوى هذا المتن. كتاب بو كتاب نيمة زيش جاهن. قلنا احتوى هذا المتن على المسائل الأربع. بو كتاب بز ددوق. تود مسألة تود مسألة نوزش يالغان. المسائل الثلاثة أنواع التوحيد. أنا لكين إيش مسألة نوزش يالغان. أنواع التوحيد. أنا لكين توحيد من قسم لري. لماذا ندرس التوحيد القسم الثالث؟ إيش قسم نيم إيش بس توحيد يجنمس. شرح الأصول الثلاثة أسئلة القبر. ومن لكين أصول الثلاثة يعني إيش أساسنا شرحيسي شندر بشي. ثم الخاتمة. أنا لكين كتابنا خاتمة آخرة. والله أعلم. الله يخشى بالمجدور.